أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج من الشخصيات الناجحة داخل دولة الإمارات، واليوم نحن موجودين داخل الهلال الإماراتي للعسل والأعشاب، ومعانا سعادة الأستاذ ياسر أحمد عبد المجيد، وهو استشاري الطب البديل وعلوم الأعشاب. أهلا بك سيدي. أهلا فيكم، يا مرحبا بكم، الله يحييكم وسلم. سعادة أستاذ ياسر، فيك تخبرنا السيرة الذاتية الخاصة بشخصكم الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب فيكم في القناة الرائعة هاي والطاقم العظيم. التحدث عن السيرة الذاتية، سيرتي ما فيها اختلاف كثير عن الشباب الآخرين إلا في شيء واحد، هو شغفي في الأعشاب وتركيباتها. كنت ملازم للوالد رحمة الله عليه من وأنا صغير، تدربت على يده وعملت معه وخبرني عن مهنة العائلة، وكنت أشوف كثير من الناس يشكرون الوالد ويثنون عليه بعد أن من الله عليهم بالشفاء. أصدقاء الوالد كانوا أصدقائي، وبنفس الوقت اكتسبت خبرة كبيرة في فوائد الأعشاب، خبرة لم تتاح لغيري في عمر صغير نسبيا، مما شجعني لإكمال دراستي والتخصص من نفس المجال، وما زلت وأزال لليوم أدين بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى والدي رحمة الله عليه بالشيء اللي صرنا عليه اليوم. وحسب علمي قليل من العائلات حافظ أبناؤها على مهنتهم وأسرارهم في مجال العلاج بالأعشاب وتركيباتها. من هذه الخبرة المتراكمة يمكن أني أقول أن لدينا أكثر من 600 منتج حصري عبارة عن وصفات خاصة بنا، يعود تاريخ بعضها لأكثر من 50 سنة. قمنا بتطوير معظمها على مراحل، منها منتجات تجميلية للعناية بالشعر وتنسيق القوام، ومنتجات لعلاج حساسيات الصدر والجلد، منها العظام وتنشيط الحياة المنوية وغيره الكثير بفضل الله تعالى. طيب سيدي الكريم، شو الخدمات التي تقدمونها داخل الهلال الإماراتي للعسل والأعشاب؟ وبما أن حضرتك متخصص طب بديل، برضو ممكن تكلمنا أكتر عن ما هو الطب البديل؟ شوف سيدي، مجال الطب البديل من الاستثمارات الحساسة لسببين اثنين. السبب الأول هو توفر الخبرة والدراية الكاملة بطبيعة الأعشاب وفوائدها مناسبتها لكل حالة على حدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون اجتهاداً أو تلقيناً من شخص إلى شخص آخر. والسبب الثاني هو إنها مهنة إنسانية بدرجة كبيرة، بعيدة تماماً عن التضليل والمتاجرة بألام الناس كما نشوف أغلب الإعلانات اليوم. والاستثمار في الطب البديل، وهذا هو الاسم الحديث للمهنة، استثمار مزدهر في الغرب مثل ما هو مزدهر في الشرق، وبنفس الوقت له قاعدة عريضة جدا في قارات العالم كافة. طيب سعادة أستاذ ياسر، شو اللي يميزكو عن غيركم من باقي المنافسين؟ شوف، اللي يميزنا هو الإرث المعرفي والخبرة الكبيرة اللي تمتد لأكثر من 6 عقود لله الحمد، بالإضافة إلى الدراسة والتخصص في هذا المجال. وبنفس الوقت نمتلك وصفات نادرة بفضل الله تعالى، وعندنا المعرفة اللازمة على عمل مستحضرات من الأعشاب والعسل حسب الطلب. بنفس الوقت عندنا موردين من ملاك المزارع والمناحل في كثير من دول العالم. طيب سيدي الكريم، سؤال بيأرقني أنا شخصيا، إيه أنواع العسل وإيه فوائده أصلا؟ إحنا ليه ناكل عسل؟ شوف سؤال حساس. العسل يعتبر هو غذاء الروح، تمام، هو الغذاء وهو الدواء، رافع للمناعة، مغذي للجسم، وبنفس الوقت منشط ومقاوم للأمراض بشتى أنواعها. طبعا نتكلم هنا عن العسل الأصلي. العسل صنفوه العلماء انه من المفرحات، والعسل انواع وكل نوع له مذاق معين. قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. على اختلاف اللون واختلاف الزهر يختلف الطعم. ففي عسل حامض نفس عسل الطلح، وفي عسل حامض حلو نفس السمر، وفي عسل حلو زي السدر، وفي عسل الصبار بطعمه المر، وهذا بالمناسبة مفيد لمرضى السكر، وفي العسل الأبيض وعسل الغابات وعسل المانوكا وأنواع كثيرة لا تحصى. Thank you.
طيب سيدي الكريم، هل في نوع عسل معين مخصص للأطفال ونقدر نديهم العسل ده وهم عندهم قد ايه من سن كام؟ شوف، نحن ننصح الآباء والأمهات بإعطاء العسل لمن هم فوق السنة، لأن أقل من سنة تكون معاه الطفل بعدها مو مكتملة، ما يقدر يفكفك الأنزيمات الموجودة في العسل بحيث أنها تصير صعب الهضم عليه وتسبب له تقلصات. عشان كذا نعطي العسل للأطفال من فوق عمر السنة، وهو ممتاز للمناعة عندهم، وكمان تبول لا إرادي ومغذي للجسم والعظام، ويعتبر مكمل غذائي للكبار والصغار. أما العسل الأفضل للأطفال هو الفواتح بشكل عام، مثل السدر، الزهور وغيره من الأعسال الفواتح، لأنه طعمه هادي ويميل للحلاوة. والطفل دائما لا تغصبه على العسل إنك تريد تفيده، لأن الطفل ينفر من هذا الشيء. الطفل دائما إذا شاف الأب أو الأم يأكلون نوع عسل، حاول دائما إنك تتلذذ بطعمه، ما تخليه يشوف علامات على وجهك بأن العسل ما عجبك أو الطعم ما عجبك، ولا تقول قدامه طعمه ما عجبني أو حالي زيادة أو حامض أو ما شابه من هذه العبارات. خلي الطفل يختار بنفسه، لأن الطفل دائما يقرأ ملامح الأب والأم مباشرة. وأفضل طريقة للأطفال دائما إذا بتخليه يميل لشيء معين تقول له هذا حقي، لا حد يستخدم منه، بتلاحظ ما يجيك يريد منه. طيب سعادة أستاذ ياسر، احنا سمعنا كتير عن منتجات تخسيس بس للأسف ما بتجيبش نتيجة، فهل يوجد منتجات لحل مشكلة السمنة؟ شوف، أولا عندنا في مركز الهلال الإماراتي ولله الحمد وصفات ناجحة وفعالة لمشكلة السمنة وزيادة الوزن، ولكن نسرد بعض النصائح المفروض نلتزم فيها ونطبقها في حياتنا اليومية عشان نشوف النتائج. نتبع ما جاء في الآيات الكريمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا زودنا في الأكل هنا يأخذ وقت طويل عشان ينهضم، وهذا تصديق للحديث النبوي الشريف: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ليه؟ لأنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، بمعنى امتلاء المعدة يجعل المخ يريح. أذيبوا طعامكم بذكر الله، والمناسبة هنا تلاوة القرآن الكريم تساعد على هضم الأكل سريع. لا تأكلوا الطعام وتناموا عليه فتقسوا قلوبكم. طيب سعادة أستاذ ياسر، إحنا في الوقت الراهن بنشوف العديد من الفيروسات المنتشرة داخل العالم كله، وأشهرهم الحين أو موت العصر كما يقولون فيروس كورونا. فبما أننا نستغل وجودنا مع حضرتك، عايزين نعرف إيه أعراضه وكيفية الوقاية من هذا الفيروس؟ سؤال مهم في توقيت مهم. من أهم أعراض الكورونا اللي هي مثلا الكحة، لحد ما تظهر على الشخص المصاب بالعدوى بتكون الرئة بنسبة ما صابها تليف. فعشان كذا بنعطيكم طريقة نفحص فيها أنفسنا بشكل يومي عشان تتأكد أن الرئة سليمة ما فيها أي شيء. أول ما نصحى من النوم نأخذ نفس عميق ونكتم لمدة تزيد عن 10 ثواني ونشوف أعمارنا. إذا قدرنا نعمل هذا التمرين بدون ما نكح أو حسينا بضيق تنفس أو تشنج أو جهد أو شيء معين لا سمح الله، ننصح بأنك تزور الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة، لأن هاي الأعراض تدل على أن الرئة فيها شيء لا سمح الله. والشيء الثاني، الفيروس هذا ينتقل عن طريق الرذاذ. مثلا إذا واحد عطس أو كح، فالرذاذ اللي ممكن يطلع محمل بالفيروس، إذا طلع على الأرض فهنا الفيروس يموت بفضل الله. أما إذا وقع على قماش أو ما شابه فهو يقعد مدة 6 ساعات ويموت. أما إذا انتقل أو وقع على معدن، أو سواء يعني كان حديد أو ستيل أو سيارة أو مقبض أو حاج السلم أو مصعد في بناية، فهنا الفيروس يقعد حدود 12 ساعة. فعلينا حماية أيدينا بلباس القفاز الخاص ونغسل أيدينا بشكل دائم. وأفضل الطرق للوقاية من فيروس كورونا هي أننا نتبع في حياتنا نظام الوقاية الجسدية والوقاية الغذائية والوقاية الفكرية. ونبدأ بالوقاية الجسدية واللي هي النظافة، غسل اليدين بشكل دائم ومتكرر خلال اليوم، ونحط 25 ملي من الخل الأبيض في لتر ماء صحي، ونمسح فيه مقابض الأبواب وتنقيع الخضار قبل الاستعمال. ربع لتر كلور نضيف عليه 2 لتر ماء، ونعقم فيه الحمامات وانتم بكرامة والأرضيات والمنزل بشكل عام. ربع كيلو من الملح البحري يذاب في 2 لتر ماء، وننقع فيه الخضروات والفواكه وبعدين نغسلهم. وقبل دخول البيت نخلي عند باب البيت دعاسة مبللة بالديتول أو مطهر أو خل،
لننظف النعول وانتم بكرامة قبل ما ندخل البيت، والوقاية الغذائية واللي هي نحافظ على أكلنا ونظافته، وننصح هنا بأن يكون أكلنا من البيت ونتجنب أكل المطاعم بالذات هذه الفترة. وأهم النصائح لمقاومة ومحاربة الفيروس هو شرب الماء بكثرة وبشكل دائم، لأن الماء يعتبر محارب للفيروس في محيط الفم، ولما يبتلع الماء ينزل على المعدة يلقى وسط حمضي ويموت. وكمان لا تخلي خشمك جاف ولا تشعر بالعطش، ونضيف على أكلنا بعض الأعشاب اللي تساعد في رفع وتعزيز مستوى المناعة مثل اللبان الذكر والزنجبيل والكركم والقرنفل، فهذه لها دور فعال في مقاومة وحماية الجسم من أي فيروس أو بكتيريا أو جراثيم لا سمح الله. وكمان نكثر من شرب العسل مع الليمون، فالعسل مع الليمون ممتاز في تقوية مناعة الجسم لكي تتكفل في مقاومة الفيروسات بشكل عام. أما الوقاية الفكرية فتمثل في الخوف أو أي ضغط نفسي، لما نسمع عن أي أخبار مرعبة أو مخوفة شو اللي يحصل؟ يحصل بأجسامنا أنه نفرز نسبة عالية من هرمون الكورتيزول، ولما هرمون الكورتيزول يرتفع هنا جهاز المناعة يقل ينخفض، وجهاز المناعة عندنا هو المدافع والمقاوم الوحيد ضد أي نوع من أنواع الفيروسات أو البكتيريا. فباختصار لما نحن نخاف هنا جهاز المناعة عندنا ينخفض، ونرحب بأي فيروسات موجودة ونمرض. فعلينا باتباع الوقاية الجسدية والغذائية والفكرية، وأسأل الله أن يشافي العباد ويحمي البلاد، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلامة للجميع يا رب. والله سيد ياسر نصائح كتير مميزة، إحنا كلنا استفدنا منها. احنا بما اننا في دولة الامارات بننعم بنعمة الامن والامان، شو بيعني حضرتك هذا؟ قبل ايام قليلة ولله الحمد تم الاعلان عن ابو ظبي كاكثر مدينة امنة في العالم للعام الرابع على التوالي، وبنفس الوقت بقية الامارات لا تختلف كثير عن ابو ظبي، والاقتصاد والسياحة بشكل عام هو انعكاس الحالة الامنية، وهذا من اكبر مميزات الامارات وسر تفوقها في مجالات كثيرة لكونها أكثر أماناً من أي وجهة أخرى. وأكيد ده برضو بيرجع لفضل قيادتنا الحكيمة والشيوخنا الله يحفظهم. شو حضرتك تحب توجه لهم رسالة شكر؟ الشكر والتقدير موصول من القاصي والداني لشيوخ الإمارات، وفعلاً الناس على دين ملوكهم، فتربية زايد ونهجه لا زالت هي نفسها لشيوخ الإمارات اليوم، وشعب الإمارات اللي هم عيال زايد بأخلاقهم وقيمهم تأكيد لحسن القيادة اللي أسسها الشيخ زايد رحمة الله عليه. إحنا في نهاية حلقتنا سعدنا جدا بلقائنا مع حضرتك أستاذ ياسر خبير الطب البديل وعلوم الأعشاب، شكرا لك سيد الكريم. أتوجه بالشكر إلى أسرة البرنامج وقناة سما العين على إتاحة الفرصة للتواصل مع المشاهدين، والشكر إلى مجتمع الإمارات والبيئة الإيجابية التي نعيشها من حولنا، وأتمنى لكم ولكافة المشاهدين التوفيق والنجاح. وإحنا بدورنا بنشكر حضرتك جدا سيدي الكريم، وفي نهاية حلقتنا بنتوجه برسالة شكر إلى أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح، دمتم في أمان الله.